بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. توقفنا في مسألة الرؤية في صفحة 79. قال رحمه الله تعالى: فصل في إثبات رؤية الله تعالى. قال أهل السنة والجماعة: رؤية الله تعالى في دار الآخرة جائزة بالدليل السمعي والعقلي. رؤية الله تعالى قال جائزة، يعني جائزة عقلا. فرؤية الله جائزة عقلا، هذا الجواز العقلي كيف وصلنا إليه؟ وصلنا إليه بالدليل السمعي والدليل العقلي. هذا فيه غرابة قليلا. المعروف أن الجواز العقلي، الإمكان العقلي، نصل إليه بالدليل العقلي. أما الحكم الشرعي، يعني مثلا واجبة شرعا، نصل إليه بالدليل الشرعي، بالدليل السمعي. لكن في هذه المسألة الأمر يعني يختلف قليلا. نقول ما زلنا نحن في طرف الجواز العقلي حتى الآن، لم نقل واجبة شرعا، هي واجبة شرعا لكن لم نصل إلى هذا. نقول رؤية الله تعالى جائزة عقلا، يعني قبل أن يأتي الرسل، قبل أن يخبرونا بأي شيء، قبل أن نقرأ نصوص القرآن الكريم، هي جائزة، جائزة عقلا. يعني إذا خلي العقل وفكر فيها يقبل إثباتها ويقبل نفيها. يمكن أن يخلقنا الله ونراه، يمكن أن يخلقنا الله ولا نراه، لا يلزم من فرض وقوعه محال. هذا هو الممكن، الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا يلزم. يعني لو فرضت أننا نرى الله لا يلزم مشكلة، ولو نحن مخلوقين ولا نرى الله لا يلزم مشكلة. هذا هو الإمكان، هذا الإمكان العقلي نثبته بدليل عقلي وسيأتي معنا. لكن أحيانا الأمر يكون خفيا، يعني هو جائز عقلا وهناك دليل عقلي يثبته أنه جائز عقلا، ولكنه لخفائه يأتي دليل نقلي، ليس ليثبت أنه جائز عقلا، بل ليرشدنا، ينبهنا، يساعدنا أنه لو فكرتم بهذه الطريقة ستصلون إلى الجواز العقلي. فالدليل النقلي هو لا يثبت الجواز العقلي لاختلاف الجهة، يعني هذا دليل نقلي، هو يثبت الحكم النقلي، النوع الحكم الشرعي، لا يثبت الجواز العقلي، ولكنه قد يرشد إلى الحكم العقلي. نعم، يعني كما في وجود الله واجب عقلا، فنحن لا نثبت هذا من النص أنه الله تعالى قال أنا واجب عقلا أو قال أنا موجود، لا يصح هذا لأنه يلزم الدور كما درسنا في أول الكتاب. لكن يأتي الدليل النقلي يساعدنا، يقول سيروا في الأرض، انظروا، تفكروا في السماوات، تفكروا في الأرض، تفكروا في أنفسكم، تصلون إلى أن هناك إله واجب الوجود. فبمثل هذا هنا نقول أيضا إذا رؤية الله في دار الآخرة جائزة، يعني جائزة عقلا. هنا العقل يعني هو مصدر الحكم، جائزة عقلا. الواسطة التي وصلنا إلى حكم العقل، كيف وصلنا إلى حكم العقل أن رؤية الله جائزة؟ بالدليل السمعي والدليل العقلي. يقول: أما السمعي فلقوله تعالى خبرا عن موسى صلوات الله عليه: أرني أنظر إليك، سأل ربه الرؤية. فهذا دليل نقلي، لكن نحن لم نستدل به على أن الدليل يخبرنا أن الله جائز الرؤية، لم نقل هكذا، لكن أخذنا من هذا الدليل أن سيدنا موسى طلب الرؤية في يوم من الأيام. يقول: وهذا دليل على أنه عرف ربه جائز الرؤية. يعني نقول إذن سيدنا موسى يفكر في عقله أن الله يجوز أن يرى عقلا. إذن أنا لا أستدل بالنص الآن كنص، النص أوصلني إلى تفكير سيدنا موسى، والآن أفكر في تفكير سيدنا موسى، أقول هذا نبي كريم، رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، كليم الله تعالى، وقد كان يفكر في عقله، عرف ربه أنه جائز الرؤية. فأنا أستأنس بمعرفته أيضا، فأقول هو يعني عقله أعلى من عقلي، فأنا أستأنس برأيه، لا نقول تقليد ولكن استئناس على الأقل.
نعم. كما لو جاءتنا مسألة ونريد أن نصل إلى حكمها عقلا ليس نقلا، عقلا، لكن نقول لننظر ماذا قال الرازي، لننظر ماذا قال الغزالي مثلا، لننظر ماذا قال الأشعري، لننظر ماذا قال الماتريدي، لننظر ماذا قال النسفي، نقول هؤلاء علماء كبار، نستعين بتفكيرهم ليرشدون كيف نفكر أيضا. طبعا لا يلزم من هذا التقليد، لأنه نحن لنا عقل، وفي النهاية سنميز الصواب من الخطأ. فهنا هذا هو الدليل. فنحن ما استدللنا بنص يقول لنا الله جائز الرؤيا عقلا، لا يكون هكذا، وإنما قلنا إنه موسى سأل الرؤيا، وإذا عرف أن ربه جائز الرؤيا، فمن قال بأنه غير جائز الرؤيا مثل المعتزلة قالوا بأن الله لا يجوز أن يرى عقلا، فقد قال بأن موسى عليه السلام لم يعرف ربه، يعني لم يعرف ربه على صفاته، يعني عرف ربه مخالفا لصفاته، إنه سيدنا موسى عرف ربه يجوز أن يرى، لكن هو عند المعتزلة في الحقيقة الله لا يرى، لا يجوز أن يرى. إذن سيدنا موسى لم يعرف الله على حقيقته، عرف الله على غير حقيقته. يقول وهذا ضلال، إذن نقول عن الأنبياء لم يعرفوا الله على الوجه الصحيح ونحن عرفنا الله على الوجه الصحيح، هذا ضلال. يقول لأن كونه جائز الرؤية من صفات الله تعالى، ومن لم يعرف الله تعالى بصفاته الثابتة له يعني، أو عرفه بصفة ليست تلك من صفاته، فهو ليس بعارف بالله تعالى. يعني الله تعالى له صفات ثابتة، وهناك أمور منفية عن الله، هناك أمور نثبتها لله، هناك أمور ننفيها عن الله. فالآن من عرف الله بدون صفاته التي يجب أن نثبتها لله، هذا لم يعرف الله. يعني من عرف الله ولكن لم يعرف أنه قادر، لم يعرف أنه عالم، لم يعرف أنه حي، لم يعرف أنه مريد، هذا لم يعرف الله. ومن عرف الله بغير يعني وأثبت له صفات هي منفية عنه، أيضا لم يعرف الله. كما مثلا النصارى عرفوا الله ولكن أثبتوا له الولد، اليهود عرفوا الله وأثبتوا له الفقر. فنقول أنتم لم تعرفوا الله الذي نحن نعرفه، نحن نعرف الله الغني، أنتم تعرفون الله حاشا فقير، نحن نعرف الله الواحد، أنتم تعرفون الله الثلاثة. فهذا مصداق كلامه، من عرف الله، من قال ماذا، من لم يعرف الله بصفاته يعني الصفات الثابتة، أو عرفه بصفة ليست تلك من صفاته، في الحالتين فهو ليس بعارف بالله تعالى. طبعا المعتزلة هنا يقولون لا، أن سيدنا موسى سأل الرؤيا وهو يعلم، يختلفون يعني، بعضهم يقول موسى عليه السلام سأل الرؤيا وكان لا يعرف أن الله مستحيل أن يرى. فيعني كما قال المؤلف نقول لهم إذن يعني موسى عرف الله بغير صفاته، فيقولون نعم، ولكن الأنبياء يعني يترقون في المعرفة بالله تعالى، ليس من أول يوم يعرف كل شيء عن الله. فموسى ما زال يتعلم في بعثته، في هذا الوقت لما سأل الرؤيا لم يكن يعرف أن الرؤيا مستحيلة، ثم تعلم لما قال الله تعالى له لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فتعلم. فالموسى الآن يعرف أن الله مستحيل أن يرى. هذا جواب يعني أحد أجوبة المعتزلة. هذا الجواب يعني باطل، ولو سكتوا عنه كان أحسن من أن يجيبوا، يعني لو قالوا نحن لا نعرف الجواب كان أحسن من أن يقولوا هذا الكلام، لأن سياق الآية جاءت بعد الكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، هذا كان حصل في يوم التكليم، ويوم التكليم لما كلم الله موسى هذا أعلى مقام وصله سيدنا موسى، حتى ارتقى عن جميع البشر إلا سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم فقط، سيدنا موسى ارتفع عن كل البشر، أفضل من جميع الأنبياء والرسل، ما بقي فوقه إلا سيدنا محمد سيدنا إبراهيم.
فوصل إلى هذه الدرجة العالية، هذه يعني ذروة مقامات موسى عليه السلام، وما زال حاشا جاهلا بهذه المسألة؟ مستحيل هذا الجواب. بعضهم يعني الآخر بحث عن جواب آخر، يعني شعروا بضعف هذا الجواب فقالوا نبحث عن جواب آخر. قالوا موسى عليه السلام كان يعلم أن الله لا يرى ولا يجوز أن يرى، ولكنه سأل ذلك لقومه لا لنفسه. إن قوم موسى كانوا طلبوا منه من قبل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فموسى عليه السلام الآن لما كلمه الله وجدها فرصة جيدة أنه يعلم قومه، فسأل الرؤية وهو يعرف الجواب، لكن يريد أن قومه يسمعون الجواب حتى يأتي الجواب وقومه يعرفون أن الذي سألتم باطل. حتى أنا النبي الذي كلمني الله طلبت ومنعني، حتى يعني تتأكدوا أن الله لا يرى، لأنهم كانوا قد طلبوا الرؤية. نقول هذا الجواب هو حقيقة أقوى من الجواب الأول للمعتزلة، ولكنه أيضا باطل، لأن يعني باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن شخصية سيدنا موسى لا تقبل هذه الطريقة في الاستدلال والمجادلة للناس. ممكن يعني لو حصل لبعض الناس وأنت سألتني سؤال فأنا تركت الجواب اليوم، لكن في يوم آخر سألت فلان أنا سؤال لتسمع أنت الجواب، يعني أنت طلبت مني مثلا شيئا وهذا شيء ليس لي وإنما لإدارة الوقف، وأنت طلبته مني، أنا لا أستطيع أعطيك هذا لإدارة الوقف، فأنا بعد يومين ثلاثة قلت لإدارة الوقف لو جاء طالب وطلب منكم كذا وكذا هل تقبلون؟ قالوا لا نقبل. أنا أسأل لي ولكن حتى أنت تسمع، يعني كما في المثل يقول إياك أعني أو إياك أعني واسمعي يا جار، نعم يعني الكلام معك ولكن الكلام لفلان. نعم. فنقول يعني بعض الناس عنده مثل هذه الطريقة، لكن سيدنا موسى شخصيته مختلفة تماما. سيدنا موسى هو شخصية الرجل الشديد سريع الغضب سريع الانفعال، فلا يترك المسألة يومين ثلاث حتى أجد فرصة وأتكلم فتسمع الجواب، مباشرة يجيب. وتعرفون مثلا في قصة سيدنا موسى أنه لما رأى رجلا يضربان ضربه قضى عليه، لما مثلا رجع إلى قومه وقد عبدوا العجل فأخذ برأس أخيه يجره إليه، مباشرة غضب، أخذ برأس أخيه وهو رسول نبي وجره من رأسه، قال كيف يفعلون هذا؟ لما مثلا خرجوا من البحر وجاءوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مر موسى وقومه على أناس يعبدون أصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد إله صنم مثل هؤلاء، مباشرة غضب وأجابهم، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون، إلى آخره، مباشرة يجيب، شخصيته شخصية شديدة انفعالية. فهذا الجواب يعني وإن كان يعني في نفسه محتمل، لكن بالنسبة لشخصية موسى لا يكون. نعم. الوجه الثاني الذي يبطل هذا الجواب أنه سيدنا موسى لما تكلم مع الله والله تعالى يعني أجابه وكلمه، القوم ما كانوا يسمعون كلام الله، هو الذي كان يسمع فقط. نعم كان معه في الطور 70 رجل كما في نص القرآن، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فكان معه 70 رجل، ولكن هؤلاء 70 لا يسمعون الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ويأتيه جبريل فيوحي إليه والصحابة جالسين لا يعلمون شيئا. وقيل لعائشة يعني هل كنت تعلمين كيف يأتي جبريل؟ قالت نعم من تصبب العرق، قال كنت أرى النبي يتصبب جبينه عرقا يخرج العرق من جبينه الشريف عليه السلام، كنت أعلم أنه جبريل يوحي إليه، أما هي لا ترى ولا تسمع شيئا. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما رجعوا من الحديبية فقال وأنزلت عليه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا،
وصارت الناقة تثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل في التراب أقدامها من ثقل الوحي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن هم لم يروا شيئا ولم يسمعوا شيئا. وهكذا سيدنا موسى لما تكلم مع الله القوم لا يسمعون، فموسى سيقول لهم أنا طلبت الرؤيا ومنعت، فأنتم يجب أن تعرفوا أن الرؤيا ممنوعة. طبعا إذا موسى يكلم هم إما يصدقونه من أول مرة أو يكذبونه من أول مرة. يعني عندما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يخبرهم، إذا يصدقون يصدقون في الحالتين، إذا يكذبون يكذبون في الحالتين، فهذا أيضا يعني يبطل جوابه. نعم. طيب دليل آخر الآن، قال وقال تعالى، طبعا سنرجع إلى دليل ربي أرني أنظر إليك، لكن شرعا يعني الآن ما زلنا عقلا كما قلت، يعني نحن هنا رؤية الله جائزة عقلا واجبة سمعا أو واجبة شرعا، نحن ما زلنا في الطرف الأول رؤية الله جائزة عقلا، سنرجع إلى قصة سيدنا موسى لما نأتي للطرف الثاني. يقول وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا نص على ثبوت الرؤية بالأبصار في دار القرار. هنا حقيقة هو الآن دخل إلى الطرف الثاني واجبة شرعا، يعني كنا نبحث هل يمكن يرى الله تعالى أو لا يمكن، يمكن الآن لا نقول يمكن، لأن يقول نقول يجب أن تقع الرؤيا يوم القيامة لطائفة من الناس وهم المؤمنون. يجب، لماذا يجب؟ لأن الله أخبر بذلك، قال وجوه يومئذ في ذلك اليوم ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، فيعني صار ذلك واجبا. يعني كما لو قلنا هل يمكن يخلق الله تعالى 7 سماوات؟ يمكن. هل يمكن يخلق 8؟ يمكن. هل يمكن يخلق 10؟ يمكن. هل يمكن لا يخلق ولا سماء؟ يمكن هذا الإمكان. لكن لما نزل قوله تعالى خلق يعني 7 سماوات صار هذا واجب أن نثبته، ننفي 8 ونثبت 7، نقول لم يخلق 8 خلق 7. كذلك هنا كنا نقول يجوز أن يرى، لأن نقول يجب أن تقع الرؤية يوم القيامة لطائفة من الناس ليس الجميع وهم المؤمنون. طيب يقول وذكر الشيخ العالم الزاهد الحكيم الترمذي رحمه الله في تصنيف له فقال اتفق على حديث الرؤيا 21 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أئمة الهدى، منهم ذكر الأسماء. ذكر إذن يعني أنه حديث الرؤيا رواه 21 صحابي، وهذا متواتر. إن يعني تنازعنا في كونه متواتر فلا أقل من أن يكون مشهورا، أقل شيء يكون مشهور هذا، لأن المشهور ما رواه 3 أو أكثر، نعم، ما لم يتواتر، فهذا 21 يعني أقل شيء يكون مشهور، بل ربما يكون متواتر، هو متواتر في نظرنا، لكن حتى لو واحد خالفني قال هذا ليس متواتر نقول مشهور على الأقل. نعم. يقول وذكر الشيخ الإمام أبو المعين النسفي في تصنيفه المسمى بتبصرة الأدلة فقال ولا وجه إلى تكذيب هؤلاء. طبعا هنا التكذيب بالمعنى المنطقي يعني مخالفة الواقع، فتكذيبهم يعني أن تقول أنتم خالفتم الواقع إما بالكذب أو بالنسيان أو بالوهم أو بالخطأ بأي طريقة، كله تكذيب. فأنت ممكن تكذب الواحد والاثنين والثلاثة، تخطئهم يعني توهمهم، تقول عنهم نسوا، تقول 3 رووا خبر وكلهم نسوا، 3 أخطأوا، 2 نسوا، 2 وهموا، هذا يمكن. يعني الأمر فيه طبعا يحتاج دليل، لكن أقصد يمكن يعني الأمر فيه واسع، يعني يمكن إنسان يبحث عن دليل ويكذب الراوي الواحد والاثنين والثلاثة، لكن 21 صعب جدا هذا، لا وجه إليه كما قال.
طيب يقول والدليل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تزدحمون في رؤيته مأخوذ من الضم لا تضامون يعني من الضم يعني ضم شيء إلى شيء جمعهما يعني بمعنى لا تزدحمون إذن قال أي لا يضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لظهوره كما في رؤية القمر بخلاف رؤية الهلال في رؤية الهلال الناس يزدحمون لأن الهلال يخرج في يعني نقطة معينة من السماء في أول الشهر نعم ويعني أيضا يغيب بعد الشمس بثواني أحيانا أو بدقائق قليلة فالناس يزدحمون يعني إما أن ترى في هذه الدقيقة أو لا ترى وفي نقطة معينة يعني يجب نصعد إلى جبل حتى نرى في الأفق إذن كلنا سيصعد إلى نفس النقطة أما البدر في وسط الشهر يخرج يعني في وسط السماء تراه من النافذة تراه من الشارع تراه من الجبل تراه من السهل تراه من البحر من أي مكان ترى لا يوجد ازدحام فهذا معنى سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني لا تزدحمون يقول ويروى تضامون تضامون بالتشديد وتضامون بالتخفيف وهو من الضيم والضيم الظلم أي لا ظلم في رؤيته بأن يراه البعض دون البعض يعني سترون الخطاب للمؤمنين كل المؤمنين يرونه لا أحد يظلم إنه يرى فلان ولا يرى فلان لا يوجد نعم الكفار فقط الكفار لا يرونه كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كفار لذلك في بعض الكتب يناقشون المعتزلة ويبالغون عليهم فيقولون أنتم تنفون الرؤية فلن تروا الله يوم القيامة لأن العقاب من جنس العمل الجزاء من جنس العمل يقول إذا أنت تنفي الرؤية لن تأخذها لأنك غير مؤمن بها فكيف تأخذ ثواب على شيء أنت لم تكن مؤمن به يعني أنت تدخل الجنة لأنك مؤمن بها أما أن تأخذ ثواب لشيء لم تؤمن به في حياتك فلا تأخذه هذا طبعا ليس بصحيح نعم لأن دار الآخر يعني الجنة ليست دار عقاب دار الجنة دار ثواب ومن دخل الجنة يستحق الثواب يأخذ الثواب فيعني كما قال هنا لا يعني تفرق بين مؤمن ومؤمن لكن في هذا الحديث ملاحظة نقال سترون ربكم كما ترون القمر ما هنا ما يعني ما هي ما سترون ربكم كما ترون القمر مصدرية وليست موصولة سترون ربكم كرؤيتكم القمر يعني ما مصدرية يعني نأخذ منها ومن الفعل بعدها مصدر سترون ربكم كما ترون القمر يعني كرؤيتكم للقمر إذن هو شبه الرؤية بالرؤية يعني رؤيتكم لله ستكون هذه الرؤية مثل رؤيتكم للقمر رؤيتكم لله ستكون مثل رؤيتكم للقمر وليس تشبيه حاشا الله تعالى بالقمر ولكن يعني رؤيتنا لله وهذا فعلنا رؤيتنا نحن لله كرؤيتنا للقمر فهو تشبيه شيء منا بشيء منا وليس تشبيه لله تعالى بالقمر هذا لا يجوز أصلا نعم طيب يقول وأما العقلي رجعنا الآن إلى الطرف الأول جائزة عقلا قلنا جائزة عقلا يعني كيف أنا عرفت أنها جائزة عقلا بالدليل السمعي والدليل العقلي دليل السمعي سيدنا موسى طلبها والأنبياء لا يطلبون المستحيل من الله خصوصا المستحيل عقلا يعني كيف تطلب المستحيل عقلا المستحيل عقلا لا يمكن أن يكون فتطلبه من الله
هذا يعني إما عبث منك، أنه أنت تطلب من الله يكون شيء مستحيل عقلا، هذا إما عبث منك، يعني أنت تلعب وتعبث تطلب كلام ليس له معنى، أو هذا يعني، والثاني كفر، هو تعجيز لله، يعني كأنك تريد أن تظهر عجزه تعالى. طبعا هو ليس عجزا، لأنه هذا مستحيل لا يدخل تحت القدرة، ولكن يعني أنت كأنك تريد من الناس يفهموا أنه أنا أطلب والله لا يفعل، يعني حاشا كأنه لا يستطيع أن يفعل. ومن يعني طلب المستحيل عقلا بالمعنى الأول فهو عابث سفيه، والأنبياء منزهون عن ذلك. ومن طلب المستحيل عقلا من الله بالمعنى الثاني يعني التعجيز فهو كافر. فلا يليق يعني أن نصف سيدنا موسى بطلب المستحيل عقلا. الدليل الثاني الآن أنه جائزة عقلا، قلنا بالدليل السمعي موسى عليه السلام سأل الرؤيا. الدليل الثاني عقلي الآن، وهذه طريقة الإمام الأشعري الآن. الطريقة الأولى طريقة الماتريدي، يعني الإمام الماتريدي كيف أثبت أن رؤية الله جائزة عقلا؟ كما قلنا أن سيدنا موسى طلبها، والأنبياء لا يطلبون المستحيل، إذن هي جائزة. وتأويلات المعتزلة التي ذكرناها باطلة، أنه هو كان يعرف كذا، هذا كله باطل. يعني ثبت أن موسى طلب الرؤية، إذن ثبت أن الرؤية جائزة عقلا. نعم، الشيء الشرعي أرشدنا يعني أساعدنا. أما طريقة الأشعري الآن، الإمام الأشعري، النتيجة واحدة، جائزة عقلا، لكن هو يقول أنا أثبت أنها جائزة عقلا بدليل عقلي. يقول وأما العقلي فلأن الرؤية تعلقت بالوجود، يعني علة الرؤية، علة جواز الرؤية الوجود. يعني إذا كان الشيء موجودا هذه علة، ما هي المعلول؟ يجوز أن يرى. إذا كان الشيء موجودا يجوز أن يرى، لا نقول يجب أن يرى، يجوز، فما دام موجود يجوز أن يرى. فالوجود هو علة، علة لماذا؟ ليس للرؤية، لجواز الرؤية، أنه يمكن يرى. يقول فالرؤية تعلقت بالوجود لا بالجسمية ولا بالعرضية والجوهرية، يعني ليس العلة هي أنه جسم، يعني إذا كان جسم يمكن أن يرى، أنا أتكلم بشكل عام ليس عن الله تعالى. ما هي العلة في أننا نرى الأشياء؟ يعني نرى هذه الملعقة، الملعقة يجوز أن ترى، لماذا يجوز أن ترى؟ لأنها جسم؟ ممكن واحد يقول لأنها جسم، كونها جسم هو العلة التي تجعلها يجوز أن ترى. نقول إذا كانت العلة هي الجسمية، يعني سبب جواز الرؤية هو الجسمية، فنقول إذن نحن لا نرى الأعراض، لا يجوز أن نرى الأعراض، لأن العلة مفقودة، وإذا فقدت العلة فقد المعلول. العلة ما هي؟ الجسمية، المعلول جواز الرؤية. طيب في العرض لا يوجد جسمية، إذن لا يوجد جواز الرؤية، إذن يجب أن لا نرى الحركة ولا نرى السكون ولا نرى الألوان وما شابه ذلك، ولكن نحن نراها، نحن نفرق بين الجسم في حال سكونه ونفس الجسم في حال حركته. هذا دليل أنه نحن لا نرى الجسم فقط، لو نرى الجسم فقط لما رأينا فرق بين الصورتين. كما مثلا تراني الآن، ومثلا في قام بي عرض لكن من أعراض الباطنة، وهو مثلا الفرح، أنا فرحان في نفسي، هل يظهر علي شيء؟ لا، أنت لا ترى. ثم هذا الفرح مثلا جاءني خبر قرأته صرت حزين، ولكن لم أظهر شيئا لكم، فأنت لا ترى الفرق بين الصورتين. هذا يعني دليل أنك ترى الآن جسم ولا ترى الأعراض. نعم، ولكن كما قلت في الحركة والسكون نرى، نعم، في الألوان نرى. إذن هذا دليل أنه لو كنا لا نرى الحركة والسكون أصلا لرأينا الجسم على حال واحدة، هو متحرك أو هو ساكن على نفس الحال، مثل ما أتيت بمثال الآن، أنا فرحان أنا حزين ولم يظهر على صورتي شيء،
أنت ترى الجسم على حالة واحدة، الأعراض تغير ولكن أنت لا ترى. فهذا بعض الأعراض طبعا. فلو كانت الحركة والسكون هكذا، إذن سنرى الجسم كما هو، ونقول هو متحرك ولكن لا نرى، أو هو ساكن ونحن لا نرى. لكن في الواقع ليس هكذا، نحن نفرق بين الجسم في حال حركته وبين الجسم في حال سكونه، نفرق بالمشاهدة ليس عقلا فقط، نفرق بالمشاهدة. إذن نحن نرى الجسم ونرى حركة الجسم، نرى الجسم ونرى سكونه، نرى الجسم ونرى بياضه، نرى الجسم ونرى سواده. إذن نحن نرى الأعراض. فلو كانت علة جواز الرؤية هي الجسمية لما رأينا ولا عرض في الدنيا، لكنا لا نرى ولا عرض، لأنه العلة غير موجودة. لكن نرى الأعراض، يعني جنس الأعراض، ليس شرط كل عرض، جنس الأعراض يرى. نعم يقول: لأن نرى الأجسام والأعراض والجواهر، فلو كانت العلة المجوزة للرؤية في الجسم هي الجسمية، لو كانت هذه هي العلة، لما تصور رؤية الأعراض والجواهر، لأنه العرض ليس جسما، الجوهر ليس جسما، الجوهر غير مركب، الجسم مركب. وكذا لو كانت العلة المجوزة للرؤية في الأعراض هي العرضية، لما تصور رؤية الأجسام والجواهر، لأنه لا جسمية في الأعراض والجواهر ولا عرضية في الجواهر والأجسام. يعني واحد قال: طيب نحن نرى الحركة والسكون لأنها أعراض، والعرض يجوز أن يرى. فنقول: إذن العلة هي العرضية، يعني كونه عرضا علة. ما هو النتيجة؟ أنه يجوز أن يرى، إذن يجب أن لا ترى الأجسام، لأنه كونه عرضا هذه العلة غير متحققة في الأجسام، هو جسم ليس عرض. إذن نريد نبحث عن علة أخرى. الجسمية لا تصلح لأننا نرى الأعراض، الجسمية لا تصلح إلا للرؤية، لجواز الرؤية، لأننا نرى الأعراض. والعرضية لا تصلح لأننا نرى الأجسام. نعم. فلم يبقى إلا الوجود، لم يبقى إلا الوجود. إذن العلة المشتركة في الأعراض والأجسام هي الوجود. فنقول: نرى الجسم، يجوز أن يرى الجسم لأنه موجود، يجوز أن يرى العدم، يجوز أن يرى العرض لأنه موجود. فهذه هي العلة، وهذه العلة متحققة في ذات الله، الله تعالى موجود، إذن يجوز أن يرى. لا يكون، لا يجوز العلة المركبة، يجب تكون العلة واحدة. الآن جواباً لسؤالك، واحد يقول: لكن نحن لم نرى الأعراض إلا مع الأجسام. نقول: نعم، ولكن لأنها هي في نفسها لا تقوم إلا بالأجسام، فأنا لم أرى في حياتي الحركة لوحدها، رأينا الحركة في الجسم المتحرك صحيح، لكن هذه المشكلة ليس يعني أنه هو لا، يعني أنه العلة هي الجسمية، أنه يعني هو يرى بسبب الجسم، ليس هذه هي العلة. العلة أنه هو في وجوده لا يوجد إلا في الأجسام، لا يوجد لوحده، لو كان يوجد لوحده لرأيته لوحده. فالعلة يعني المشكلة فيه، هو من حيث كونه موجودا العرض، من حيث هو موجود يرى، يجوز أن يرى، لكن لا نرى إلا مع الجسم، لأنه هو لا يوجد إلا مع الجسم، هو في وجوده لا يكون إلا بالجسم. يعني أليس هو متحيز وأنت ترى تحيزه؟ فهذا الدليل أنك ترى جسمه. نعم، تحيزه مقابل، يعني لازم للجسمية. نعم، لو كنت ترى أنت أعراض القلم، يعني ترى مثلا، أو ترى أعراض الإنسان، يعني ترى مثلا صورة الإنسان، ترى لونه، ترى حركته، ترى سكونه،
فإذا يجب أن ترى هذه الأشياء غير متحيزة. نعم، يعني تراها بدون حيزها، لكن أنت تراها في حيز، الحيز تابع للجسمية، إذا أنت ترى الجسمية أيضا. هذا في يعني في الشرح العقائد يأتي معنا. نعم، يعني هذا مبحث نبحثه هناك، لكن يعني نستبق النتيجة فنقول لكم النتيجة فقط، إنه العلة يجب أن تكون واحدة ليس مركبة. نعم، في شرح العقائد نفصل هذا. لا، نحن نرى الجواهر مجتمعة في الجسم، يعني نرى الجسم وهو مئات أو آلاف الجواهر، نعم، لا نرى الجوهر الفرد لوحده. نعم، يقول: فظهر بهذا أن العلة المجوزة للرؤية المطلقة عليها إنما هو الوجود، لأنه هو الوصف الجامع بين الكل، هو الوصف الذي يجمع بين الجسم والجوهر والعرض دون الجسمية والعرضية والجوهرية، والله تعالى موجود فيكون جائز الرؤية. نعم، فاتح، كنت تسأل سؤال أو جاء الجواب؟ نعم، عفوا. تمام. طيب، نحن قلنا إذن الوجود هو العلة المجوزة للرؤية، الوجود هو العلة، فكل موجود هذه العلة، المعلول يجوز أن يرى، كل موجود أي موجود كان يجوز أن يرى، لا نقول يجب أن يرى، يجوز كما قلنا هي علة للجواز. أما الوقوع، وقوع الرؤية أو عدم وقوعها، هذا يتبع يعني شروط أخرى، أما الوجود هو علة للجواز لإمكان الرؤية. لذلك نحن لا نرى كل الموجودات، فهذا لا يبطل أن الوجود هو العلة، لأنه نحن تكلمنا الوجود علة لجواز الرؤية ليس لوقوع الرؤية. وقوع الرؤية مسألة تتبع شروط العادة، يعني في حكم العادة في قانون الفيزياء، هذه العين كم يعني درجة الرؤية لها، ترى من كذا إلى كذا كما هو معروف في الفيزياء. نعم، يعني يقولون الأشعة تحت الحمراء فوق البنفسجي، يعني نحن نرى مجموعة من الدرجات، نعم، أقل منها لا نرى وأعلى منها ما لا نرى، يعني لو فعلنا مثل درجات للموجودات فنحن نرى من خط هنا إلى خط هنا كما هو معروف في الفيزياء، أقل من ذلك لا نرى وأعلى من ذلك لا نرى، لكن نحن نتكلم في الجواز ليس في الوقوع. الفيزياء تتكلم في الوقوع، يعني متى تقع الرؤية متى لا تقع الرؤية، فهو يقول لي تحت الحمراء مثلا لا تقع الرؤية، هذا في الوقوع لا تقع، تقع لا تقع، لكن من حيث الجواز يجوز، بدليل يلبسون النظارة يصبح يرى، صحيح؟ يعني العسكر أحيانا يلبس النظارة يصبح يرى هذه الأشياء. يعني إذن لا نتكلم الآن في الوقوع وعدم الوقوع، نتكلم في الجواز، كل موجود مهما كان في أي درجة كان يجوز كجواز، يجوز أن يرى. نعم، نعم، يجوز أن ترى بحسب هذا الدليل. صفات المعاني مدام موجودة يجوز أن ترى. نعم، يجوز، لا نقول نرى، يجوز نرى، يعني وقوع، الوقوع مسألة أخرى. طيب، يقول يعني الآن هو سيذكر هذا الذي أنا قلته: وما لا يرى من الموجودات، يعني ما دام العلة هي الوجود فلماذا هناك موجودات نراها وهناك موجودات لا نراها؟ يقول: وما لا يرى من الموجودات إنما لا يرى لعدم إجراء الله تعالى العادة برؤيتها، لا لأنها مستحيلة الرؤية. يعني أجرى الله العادة كما قلنا أنه نرى من درجة كذا إلى درجة كذا، لكن يعني
لو خلق الله الدنيا بشكل آخر، لو خلق قوانين العالم بطريقة أخرى، لكان هناك قانون فيزياء آخر وكنا نرى درجات أخرى. لكن هكذا العالم الذي خلقه الله لنا، هذا العالم هكذا قوانينه، هذه العادة نسميها. يقول: ألا يرى أن الإنسان قد يرى شيئا وغيره القائم بجنبه قد لا يراه؟ وإنما لا يراه لأن الله تعالى لم يخلق رؤية ذلك الشيء في بصره، لا لأن ذلك الشيء مستحيل الرؤية، فكذا فيما نحن فيه. هذا كله مذهب أهل السنة والجماعة. يعني أحيانا الإنسان مثلا يكون يبحث عن هاتفه، والهاتف أمامي يكون على الطاولة، وأقول: أين الهاتف؟ أين الهاتف؟ وأنا أنظر إليه وأقول: أين الهاتف؟ أين الهاتف؟ فيقول لي صديقي: هو أمامك. يحصل معنا كثيرا، صحيح؟ مثل هذه الأشياء. يعني هنا هو يرى أصلا، يجوز أن يرى ونحن نرى دائما، لكن في هذه اللحظة لم أره. لماذا؟ لأن الله لم يخلق لي رؤيته في عيني، لم يخلق لي رؤيته. لأنه مذهب أهل السنة يعني نحن نرى أن الأسباب لا تفعل بنفسها، يعني العين سبب للإبصار، لكن هي مثل النار والإحراق، النار لا تحرق، هي لا تحرق، لكن أجرى الله العادة أنه إذا يوجد نار يخلق عندها حريق، إذا يوجد نار يخلق عندها إحراق، إذا تأكل طعام يخلق عندها شبع، أجرى الله العادة بذلك. وكذلك هنا أجرى الله العادة، إذا فتحت العين بالشروط المعينة، يوجد ضوء مثلا، يوجد مسافة جيدة مناسبة كذا إلى آخر الشروط، إذا فتحت العين أجرى الله العادة أن يخلق لك الرؤية. لكن نحن لا نرى هذه الأسباب مؤثرة بنفسها. لذلك نقول أحيانا يكون أمامك شيء وتفتح عينك وكل الشروط موجودة، كل شروط الفيزياء موجودة، ولكن الله لا يخلق لك الرؤية. وهذا كما حصل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حروبه، نعم، وهكذا. يعني لما خرج النبي في الهجرة من بين المشركين ولا أحد يرى، ومع أن كل الشروط موجودة حتى يروا، كل شروط الفيزياء موجودة، لكن هذا هو خارق للعادة، أمر خارق للعادة، المعجزة يعني مخالفة خارقة مخالفة لقوانين الفيزياء. طيب، يقول: وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية والراوندية والزيدية من الروافض إن الله تعالى مستحيل الرؤية لا يراه أحد. واختلفت المعتزلة فيما بينهم في رؤية الله تعالى الأشياء، هو يرى الأشياء، اختلفوا. قال النظام والكعبي من المعتزلة: إن الله تعالى لا يرى شيئا، لا نفسه ولا غيره، ويريدان بكونه بصيرا، يعني ورد في القرآن إن الله سميع بصير، وأنتما النظام والكعبي تقولون الله لا يرى شيء أبدا، لا يرى نفسه ولا يرى غيره. طيب كيف الله سميع بصير؟ قالوا: المراد بكونه بصيرا أنه عالم بالمرئيات، يعني عالم بالذوات، عالم بالأجسام، عالم بالأشياء، هذا معنى بصير عنده. وقال بعضهم المعتزلة: إنه لا يرى نفسه لكن يرى غيره. لماذا هؤلاء قالوا لا يرى نفسه؟ لأن ذات الله كما هو مذهبهم لا يرى، ذات الله عند هؤلاء المعتزلة لا يرى، فإذا ذاته لا ترى، يعني هو يرى ولكن ذاته لا ترى، فهو لا يرى نفسه. طيب نحن ذواتنا ترى، نعم نحن أجسام، عندهم العلة هي الجسمية، فنحن أجسام نرى، وهو له صفة الرؤية فيرانا. هذا المذهب الثاني عندهم، أنه لا يرى نفسه لأنه لا يرى، لأن ذاته لا ترى، ويران غيره لأننا أجسام والأجسام ترى. هم يعني هم عندهم ثلاث مذاهب، ولكن أنا أريد أشرح كل مذهب لماذا قالوا به. نعم، فأنا أفسر قول هؤلاء لماذا قالوا بهذا، هذا منطقهم. نعم،
المذهب الثالث ربما الذي أنت تسأل عنه، وقال آخرون منهم إنه يرى نفسه لكن لا يرى غيره، يعني هو يرى نفسه. طبعا نحن لا نرى عند المعتزل، إن المخلوقات لا ترى الله، لكن هو يرى نفسه، هو يرى نفسه، ولكن هنا قالوا لا يرى غيره. لماذا طيب لا يرى غيره؟ قالوا يعني لأنه لو هذا أصلا قالوا يعني بسبب أسئلة من طرف أهل السنة، أنهم قالوا أنه الرؤية من شروطها عند المعتزلة المقابلة، يعني سيأتي بعد قليل معنا أنهم قالوا لماذا لا نرى الله؟ لأنه إذا رأينا الله سيكون بيننا وبينه مقابلة، وهذا من صفات الأجسام، الله ليس مقابل لنا، لو كنا نرى الله سيكون بيننا وبينه مسافة معينة، لأن المسافة الكبيرة جدا لا نرى، قريبة جدا لا نرى، يجب يكون هناك مسافة. قالوا وهذه من صفات الأجسام، المسافة بين شيئين. قالوا لو كنا نرى الله سنرى في جهة، والجهة ليس الله ليس في جهة. فقلبنا نحن أهل السنة عليهم الدليل، فقلنا الله يرانا، هل نحن بالنسبة إلى الله في مقابلة؟ أيضا لا. مسافة، هل هو يرانا يعني بمسافة؟ أيضا لا. هل يرانا في جهة؟ أيضا لا، نحن لسنا في جهة بالنسبة إلى الله، كما هو ليس في جهة بالنسبة إلينا، يعني نحن درسنا درس الفوقية، يعني هل الله فوقنا فوقية حسية؟ لا، فوقية معنوية. إذن نحن لسنا تحته حسياً أيضاً، فإذن الله يرانا لكن ليس في جهة، يعني لا يرانا تحت أو يرانا هناك أو يرانا هناك، يرانا بدون جهة. فهذا إبطال لشروط المعتزلة، إنه هذه شروط. لذلك هذا الفريق الثالث اضطر أن ينفي ذلك، فيقول الله يرى نفسه لكن لا يرى غيره. نعم، لأنه لو رأى غيره يعني سيبطل شرط المقابلة، يبطل شرط الجهة، يبطل شرط المسافة، يبطل شرط الشعاع من الضوء. إنه كيف نحن نرى؟ يأتي الضوء يسقط على الجسم ثم يأتي إلى العين. قال المعتزلة هذا شرط الرؤية، فلو كنا نرى الله إذن الضوء سيسقط حاشا على الله، إذن سيكون الله محدود له حد، يسقط عليه الضوء ثم يرجع إلينا، والله ليس هكذا، ليس جسما، ليس محدودا. فقلنا لهم، قلبنا الدليل، قلنا لهم الله يرانا، هل يرانا بهذه الطريقة يعني الضوء يسقط علينا يرجع إلى الله؟ حاشا، لا يمكن هذا. إذن هذا دليل أن يعني هذه الشروط ليست شروط عقلية للرؤية، يعني العقل يفهم رؤية بدون هذه الشروط، هذه شروط العادة، قانون الدنيا في داخل العالم هكذا. نعم، الوسط يعني كما قلت أنا شرحته، أنه قالوا لا يرى نفسه لأن ذاته لا تقبل الرؤية، لا ترى، يرى غيره لأن ذواتنا تقبل الرؤية. ولكن هؤلاء يعني ربما أنت تسأل عن هذا، هؤلاء يقولون مسألة المسافة وكذا، قالوا هذه شروط لمن يرى بآلة، يعني من يرى بآلة ما هي العين يحتاج هذه الشروط، شرط المسافة وشرط المقابلة وشرط الجهة وهكذا. أما من يرى بلا آلة وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى هذه الشروط. فنقول لهم العقل لا يفصل هذه التفاصيل، يعني العقل لما يحكم أنه هل هذا شرط عقلا أو ليس شرط عقلا، هو لا ينظر أنه أنت بآلة أو بدون آلة، العقل هو يحكم على الحقائق، أنه هل هذه يعني مفهوم الرؤية، مفهوم الرؤية، كلمة رؤية، هل هذا المفهوم يشترط له عقل، العقل يطلب له شرط وهو المسافة بين الرائي والمرئي، هل يطلب له شرط وهو الجهة، هل يطلب له شرط وهو المقابل أو لا يطلب؟ نقول لا يطلب.
تقول لي بآلة بدون آلة، هذه تفاصيل العقل لا يدخل فيها، هذا في العادة، هذا قانون الفيزياء، هذا علم الفيزياء ليس علم الكلام. العلوم العقلية لا تدخل في هذه التفاصيل، لأنه هذه تختلف باختلاف الآلة أصلا. يعني إذا أنت ترى بعين بشرية أو ترى بعين صناعية مثلا ستختلف الشروط. نعم، عين الإنسان ستختلف عن عين الحيوان، عين الإنسان ستختلف عن الكاميرا التي هي تكنولوجيا، وكلها آلات. الكاميرا التكنولوجية آلة، وعين الإنسان آلة، وعين الحيوان آلة، وعين الإنسان الصناعية آلة، وكل واحدة لها شروط خاصة. هذا لا ندخل فيه، نحن لا نبحث في علم الكلام هذه التفاصيل، نبحث حقيقة الرؤية، مفهوم الرؤية. هل العقل يقبل رؤية بين طرفين؟ لا أدخل آلة بدون آلة، أنا لا أدخل في هذه التفاصيل. هل العقل يقبل كلمة رؤية يعني كذا يرى كذا بدون مقابلة، بدون مسافة، بدون جهة؟ يقبل، والدليل كما قلنا الله يرانا. طبعا آخر فريق يقول لا يرانا، يرى نفسه لكن لا يرى غيره، قال هذا مخالف لظواهر القرآن الكريم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، آيات سميع بصير يعني عشرات المواضع. فيعني لا عبرة بقوله. طيب، يقول وشبهتهم المعتزلة في أن الله تعالى مستحيل الرؤية تمسكهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نفى الإدراك، ليس نفي الإدراك، مكتوب في الكتاب خطأ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نفى الإدراك فاصلة، نكمل الجملة، وضع نقطة هو وانتهت الفقرة، هذا غلط، نفى الإدراك وهذا نفي تمدح فلا يختلف في الدنيا والآخرة. نعم، هذا يعني أول دليل للمعتزلة، دليل نقلي، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم هم يزيدون يعني هذا الدليل شرحا وتوضيحا، يقولون كما ذكر نفى الإدراك الله تعالى لا تدركه الأبصار، يعني أهل السنة بعضهم أجاب أنه هذا لا تدركه الأبصار في الدنيا لكن تدركه في الآخرة، لكن المعتزلة كما يعني قووا الدليل فقالوا الله تعالى نفى الإدراك يعني لا تدركه الأبصار، وهذا نفي تمدح يعني مدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، وهذا لا يكون مدحا إلا إذا كان مستمر. يعني مثلا أنا أمدح نفسي بأنني لا أنام، نعم أنا يعني أنت تراني نعسان هكذا، أقول لك لا أنا لا أنام، يعني لا أنام ساعة ساعتين عشرة عشرين ثم أنام، إذن هذا ليس مدح، نعم هذا مدح مؤقت ليس مدحا حقيقة. لكن لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وفي القرآن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا على سياق المدح، لا يكون مدح إلا إذا كان مستمر، يعني الدنيا آخرة لا ينام، هنا يكون مدح. كذلك هنا لما قال لا تدركه الأبصار، وهذا سياقه يعني لو قرأنا ما قبله كان في سياق المدح، يعني وصف الله بأوصاف الكمال، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فكله سياق مدح. نعم، فلذلك المعتزلة يقولون لا يصح الجواب بأن تجيب بأنه لا تدرك الأبصار في الدنيا لكن تدركه في الآخرة. لذلك نحن نجيب الآن بجواب آخر، وهو أنه ليس مسألة الدنيا وآخرة، بل نعم لا تدركه الأبصار الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن نحن ننفي بهذه الآية ننفي الإدراك وهو أخص من الرؤية، لا ننفي الرؤية، نقول الله تعالى نفى الإدراك والإدراك أخص من الرؤية،
فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. يعني هذه الرؤية وهذا الإدراك، فالإدراك أخص من الرؤية، الرؤية أعم والإدراك أخص. يعني رؤية مخصوصة، يعني رؤية بشروط معينة، فالرؤية مطلقا رؤية، إذا اشترط لها شروط أكثر من الانكشاف، الرؤية هي انكشاف، يعني أنا أراك، أنا أنت منكشف لي، نعم. إذا اشترطنا شروط أكثر تكون رؤية خاصة نسميها إدراك. وهو هنا الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة، الرؤية مع الإحاطة. والإحاطة نوعان، حسية ومعنوية. يعني أنا أرى القلم، أنا أرى القلم الآن، انظر، أنا أرى القلم وأحيط به بجميع جوانبه، أراه هكذا وهكذا، أقلبه، هذه إحاطة حسية، يعني أحيط به من جميع جوانبه، أراه، أعلم كل التفاصيل، أفتح هكذا، أعرف كل شيء عنه، هذا إدراك، أنا لست أرى القلم، أدركه، ولكن هذه إحاطة حسية. هل الله تعالى حاشا له جوانب وحدود حتى نحيط به من كل الجهات؟ مستحيل. الله تعالى ليس جسما، ليس محدودا. إذن الإحاطة الحسية لا تكون، نعم، لا يمكن لأحد أن يحيط بالله إحاطة حسية، لأن الله ليس أصلا، ليس محدودا، ليس مجسما، ليس مركبا. فالإحاطة الحسية منفية. بقي الإحاطة المعنوية، أنت ترى الشيء وتحيط به علما، يعني أنت ترى الشيء وربما لا ترى من جميع جوانبه، ترى من جانب واحد، لكن إذا رأيته عرفت كل شيء عنه، إذا رأيته عرفت كل شيء عنه. هذه رؤية مع إحاطة معنوية، إحاطة علمية، يعني بالعلم، أنا أرى فأعلم كل شيء عنه. هذا مستحيل يكون أيضا يعني من جهتنا في حق الله تعالى، مستحيل نرى الله ونحيط به من يعني من حيث المعلومات، نرى الله يعني نزداد علما به، ولكن لا نصل إلى أن نعلم كل شيء عن الله، لأنه لن يعلم حقيقة الله إلا الله. حتى الأنبياء، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يصل إلى درجة أن يعلم حقيقة الله تعالى، هو أكمل منا علما طبعا، الأنبياء سيدنا محمد هو يعلم الله أكثر منا بكثير طبعا، لكن لن يصل إلى درجة أنه يعلم كل شيء عن الله. لذلك في القرآن الكريم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وفي آية أخرى قال ولا يحيطون به علما، أظن هكذا، ولا يحيطون به علما، نعم. فلا يمكن للعباد أن يحيطوا بالله تعالى من جهة العلم. فإذا نقول نعم، إذا نحن نرى الله ولكن لا ندركه. انظر إلى يدي، نرى الله يعني نثبت هذا القسم من الرؤية، وننفي هذا لا ندركه، يعني نراه ولا نحيط به، لا نحيط به حسيا لأنه ليس محسوس، لا نحيط به معنويا لأنه هذا يعني لا يمكن للبشر. نعم. يعني الرؤية زيادة علم طبعا. ليس إلى ما يعني لن تصل، كلما تزداد لن تصل إلى أن تدرك حقيقة الله تعالى، يعني أنت تزداد وتزداد وتزداد، ولكن حقيقة الله تعالى فوق ذلك. نعم. يعني ال...
هو ليس مسألة الحد فقط، يعني عقولنا محدودة صحيح، ولكن ليس هذا فقط، لأنه ممكن واحد يقول طيب لو الله رفع لنا حد العقل إذن يعني سنعلمه؟ لا، لأنه حقيقة الإله لا يدركها إلا الإله، المخلوق لا يمكن أن يصل إلى إدراك يعني الألوهية، لأنه هذا مخالف لحقيقة العبد. يعني أنا حقيقتي ممكن فلا أدرك الواجب على حقيقته، أنا مخلوق لا أدرك الخالق، أنا حادث لا أدرك القديم. يعني إذا افترضت أنك تدرك القديم تماما فأنت ستصبح قديم، وهذا مستحيل. إذا ستدرك الواجب تماما أنت ستصبح واجب، وهذا مستحيل، قلب الحقائق. نعم، لأنه يعني نحن ندرك هذه المفاهيم بآثارها بأحكامها، لا ندرك حقائقها. يعني طبعا أنت لا تدرك حقيقة الله، ما هي حقيقته، يعني حقيقة الذات الإلهية لا تدركها، أنت تراها بمعنى تزداد علما بالله تعالى. كيف الآن نحن نعلمه؟ طبعا بآثاره، فنعلمه ببعض الأحكام المترتبة عليه، أيضا نراه ببعض الأحكام المترتبة عليه، ولكن لا نصل إلى يعني حقيقة الذات الإلهية. مثل سيدنا إبراهيم لما مثلا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فسيدنا موسى، سيدنا إبراهيم يعني الآن ارتفع علمه بالإحياء أكثر منا، نحن نؤمن بأن الله يحيي الموتى بالأدلة، سيدنا إبراهيم هو بيده قطع الطيور، أتى بطيور وقطعها ووضع على كل جبل قطعة ثم ناداها فرآها في السماء ترتفع وتجتمع وتصبح حي وتأتي إليه. فهل علمه بالإحياء مثل علمنا؟ لا، أعلى علم منا طبعا، لكن هل أدرك سيدنا إبراهيم الآن سر الإحياء؟ يعني هو أدرك قطع ميتة تأتي معا وتصبح حي، لكن كيف أصبحت حي لم يدرك. فهو يعني ازداد علما لكن لم يصل إلى الحقيقة. وهكذا نحن إذا رأينا الله تعالى نزداد علما به، ولكن لا ندرك حقيقة الذات الإلهية، لا يمكن هذا. نعم، لأنه رؤية. نعم، طيب، يقول وشبهتهم العقلية وهو أن الرؤية المتعلقة بالآلة، كما قلت لكم بعضهم فصل هذا التفصيل، أن الرؤية المتعلقة بالآلة لا بد لها من المسافة بين عين الرائي والمرئي، هذا أول شرط، أنه لا بد لها من مسافة بين عين الرائي والمرئي، ولا بد لها من المقابلة، يعني يكون هناك مقابلة بين الرائي والمرئي، ولا بد لها من اتصال شعاع عين الرائي بالمرئي، يعني يخرج من، طبعا هذا الفهم القديم للرؤية، يخرج من عين الرائي شعاع إلى الجسم ثم يرجع من الجسم إلى العين فنرى. هكذا طبعا كما يعني تعرفون كان القدماء يفكرون بالرؤية هكذا، ثم يعني اكتشف الحسن بن الهيثم، اكتشف أن الأمر ليس هكذا، العين لا تصدر شعاع ويرجع إليها، بل الشعاع يأتي من المصدر آخر، من الضوء، من الشمس مثلا، من المصباح، يأتي الشعاع على الجسم ثم يرجع إلى العين. لكن الفكرة نفسها، يعني الخلاف تفصيلي، الفكرة واحدة، نقالوا لا بد يعني من شعاع سواء يصدر من عيني أو يصدر من جسم آخر، المهم هناك شعاع من الضوء يسقط على الجسم ويأتي إلى العين. يعني هذا الشرط الثالث عند المعتزلة، لا بد من مسافة، لا بد من مقابلة، لا بد من اتصال شعاع، ولا بد لها من الجهة، الشرط الرابع. قال ولا بد أن يكون المرئي ساكنا أو متحركا أو متلونا بلون، ولا بد أن يكون متصلا بشيء أو متباين عن شيء، ولا بد من أن يرى، ليس يرى، أن يرى كله أو بعضه.
يعني زادوا بعض الأشياء، لكن الأربعة الأولى تكفينا أو هي المهمة حقيقة. يعني أقوى أدلتهم هم قالوا أنه لا تكون الرؤية بدون مسافة، لا تكون بدون مقابلة، لا تكون بدون جهة، لا تكون بدون سقوط شعاع وارتداد هذا الشعاع إلى العين. هذه الأربعة مهمة. ثم زادوا أشياء أخرى، قالوا نحن لا نرى الأشياء إلا متحرك أو ساكن، فإذا نرى الله سنرى متحرك أو ساكن، والله لا يقبل هذه الصفات أصلا. قالوا نحن إذا رأينا الشيء نراه كله أو نرى بعضه، فإذا نرى الله هل سنرى كله أو نرى بعضه؟ أصلا الله ليس له لا كل ولا بعض، الله ليس مركب من أجزاء حتى نقول كل وبعض. فهم حاولوا أيضا، يعني المعتزلة حاولوا يعني يهاجموننا، يبطلوا مذهبنا بمثل هذه الأدلة، أنه إذا نرى الله سنرى كله أو بعضه، يعني سنقع في التجسيم، سنراه متحرك أو ساكن سنقع في التجسيم، سنراه متصل بنا أو منفصل عنا، يعني كما نرى يدي متصلة بي أو أرى مثلا الكأس منفصل عني أو الكتاب منفصل عني. فقالوا إذا نرى الله نرى متصل أو منفصل، طبعا الله منزه عن الاتصال والانفصال. فهم حاولوا أيضا يعني يهاجموا مذهبنا، يبطلوا مذهبنا بهذه الشبهات. قالوا وكل ذلك مستحيل على الله تعالى، بخلاف رؤية الله إيانا على قول بعضهم المعتزلة، لأنه يرانا لا بآلة. يعني بعض المعتزلة قالوا الله يرانا بدون هذه الشروط لأنه يرى بلا آلة. أنا تكلمت عن هذا، قلت علم الكلام لا يدخل في هذا التفاصيل، يعني هذه ليست مجال للبحث في الفلسفة وعلم الكلام في العقليات، يعني هذا كما قلنا هذا يختلف أصلا من آلة إلى آلة. نحن نتكلم في مفهوم الرؤية، هل العقل يثبت كلمة رؤية، يثبت مفهوم الرؤية بدون هذه الشروط؟ يثبت، كما ذكرنا أن الله يرانا بدون هذه الشروط. يعني نتنزل في الجواب، ننزل إلى درجة يعني كأننا نسلم لهم، ننزل درجة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى بآلة بشر، وكان يرى بدون هذه الشروط، كما هو معروف في المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلف ظهره، كان يقوم في الصلاة فيصلي ويرى الصحابة ماذا يفعلون من خلفه، كان يقول أتموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، أتموا ركوعكم وسجودكم، في الأول عفوا أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وفي رواية أتموا ركوعكم وسجودكم فإني أراكم من وراء ظهري، وفي البخاري الحديث طبعا. وما يعني ما هي الرؤية الذي ليس رؤية حقيقية؟ ما هو تمام؟ هي الرؤية هي نوع من العلم. نعم، يعني الرؤية هي نوع من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى، طيب أين شرط المقابلة الآن؟ هو لا يقابلهم، هو يقابل الجدار الذي كان أمامهم في المسجد، هو لا يقابلهم، فسقط شرط المقابلة. إذن هذا دليل أنه هذا الشرط شرط عادي وليس شرط عقلي، يعني العقل يقبل أن نسقط هذا الشرط ونرى، لكن العادة قانون الفيزياء لا يقبل هذا. نعم نحن الآن تحت قانون الفيزياء لا يمكن نرى إلا بهذه الشروط، لذلك أنا إذا أريد أرى شيء يجب أن أقابله، إذا أريد أراك وأنا هكذا لا أرى، يجب أن أقابلك حتى أراك، لأن نحن نعيش في قانون فيزياء الآن. لكن لو خرجنا من قانون الفيزياء كما في المعجزات نرى لا مشكلة، والآخرة ليست محكومة بقوانين الفيزياء، قوانين الفيزياء للدنيا، العقل ليس محكوم بقوانين الفيزياء، قوانين الفيزياء قوانين عادية العقل ليس محكوم لها. يعني العقل يفترض عالم آخر، يفترض يعني عالم آخر أقصد مثلا في نفس هذه الدنيا التي نحن نعيش فيها، يعني لو خلق الله مثلا كوكب آخر، نعم يعني مثل جوبيتر وعليه حياة مثلا، نعم فيمكن يكون عندهم قوانين مختلفة عن قوانيننا، يمكن ليس يجب لكن يمكن، أو بعض القوانين على الأقل.
هذا هو. نعم الجاذبية مختلفة عن الأرض مثلا. نعم فالقوانين التي نشترطها لحياتنا لا نشترطها لل يعني لو كان هناك حياة في القمر أو في جوبيتر أو في كذا لا نشترط لهم نفس الشروط العادية التي نشترطها عندنا. وكذلك لو خرجنا من هذا العالم إلى عالم آخر يعني مثل عالم البرزخ عالم القبر هذا له قوانينه الخاصة مختلفة تماما عن قوانين الفيزياء. يعني الأنبياء أحياء في قبورهم لكن ليس الحياة الفيزيائية التي نتكلم عنها في حياتنا الدنيا. نعم الشهداء قال أحياء عند ربهم يرزقون هذا عالم أيضا له قوانينه. الآخرة لها قوانينها وهكذا. يعني كما قبلت اختلاف القوانين بين العالم الشهادة نسميه هذا العالم وعالم البرزخ فاقبل أيضا أن يختلف القوانين بين عالم الشهادة وعالم البرزخ وعالم الآخرة. الملائكة عالم ولهم قوانين مختلفة عنه. الجن عالم وله قوانين مختلفة عنه. والبشر عالم وله قوانين. فكما نقبل يعني هناك عوالم أقصد زمانية هناك عوالم مكانية هناك عوالم في الأجناس عالم ملائكة عالم جن عالم إنس وكل واحد له قوانينه. إذن يعني لا يعني أنا أريد من هذا كله يعني نحن نعيش في عصر تقديس للفيزياء. الناس يرون الفيزياء مقدسة. نعم الفيزياء في غاية الفائدة صح ونحن لولا الفيزياء لا ما نستطيع نعيش في هذا خصوصا نحن في عصر اختراعات وتكنولوجيا وصناعات وهكذا صح. لكن هذا لا يجعل الفيزياء يعني مقدسة لا يمكن انتفاؤها في حال من الأحوال كما نسمع من بعض المعاصرين. قانون الفيزياء لا يمكن يتغير في 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 لحظة من اللحظات لا في الماضي ولا في المستقبل أزلا وأبدا. قانون الفيزياء كما هو هذا مبالغة شديدة لا وليس يعني ليس مبالغة فقط ليس عليه دليل. يعني ما الأدلة؟ قالوا درسنا درسنا درسنا. أنت تدرس فقط في العالم هذا. هل درست عالم البرزخ؟ وهل يمكن أن تدرسه أصلا حتى تحكم عليه؟ هل درست الآخرة؟ وهل يمكن يعني أن تدرسها أصلا؟ هل درست عالم الملائكة؟ هل درست عالم الجن؟ فأنت تتكلم في حدود يعني صحية واسعة جدا من حيث الواقع. يعني مثلا ملايين السنين الضوئية هم يدرسون الآن صح لكن مع كونها في غاية الاتساع هي ضيقة في حدود عالم البشر الدنيوية. يعني حتى عالم البشر القبر ما لا يستطيعون الدخول إليه. عالم الآخرة لا يستطيع. عالم الملائكة عالم الجن لا يمكن. إذن يعني لا ليس للفيزياء هذه القداسة التي يعني نسمعها في عصرنا. لكن هذا لا يعني أن نهملها ولا نتعلمها ويعني نتركها جانبا وهي ليست مهمة. بالعكس هي في غاية الفائدة لكن في حدود عالم الدنيا البشري في غاية الفائدة. طيب يقول واعترضوا على تمسكنا بالآية الأولى مسألة سيدنا موسى فقالوا المعتزلة يحتمل أن موسى عليه السلام سأل ربه رؤية آية يعلمه بها أي أرني آية أعلمك بها بطريق الضرورة كما يجوز ألا نحذف يجوز ألا هذا غلط في الكتاب يجوز ألا نحذفها كما يعلم الإنسان هكذا تصبح العبارة كما يعلم الإنسان شيئا ينظر إليه بطريق الضرورة. يعني سيدنا موسى سأل ربه الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك وذكرنا دليلنا أنه سيدنا موسى عرف أن الله يجوز أن يرى. المعتزلة أجابوا بعدة أجوبة ذكرنا جوابين بعضهم قال أنه سيدنا موسى لم يكن يعرف ثم صار يعرف وأبطلنا هذا. بعضهم أجاب أنه سأل لقومه لا لنفسه أبطلنا هذا. الآن جواب ثالث وهو قالوا أن سيدنا موسى سأل ربه
أن يرى ليس ذات الله، أن يرى آية من آيات الله يعلم بها، يعني من خلال هذه الآية يعلم الله تعالى ضرورة. لأن موسى عليه السلام كما نحن نعلم الله بطريق النظري. ما معنى النظري؟ يعني استدلال يحتاج وسائط، يحتاج مقدمات. يعني نقول عالم حادث، إذن هذا الحادث له صانع، إذن الله موجود. نحتاج مقدمات للوصول إلى وجود الله. فسيدنا موسى قال يا رب أعطني آية، علامة أعلمك بها ضرورة، يعني بدون مقدمة، أصبح يعني عندي يقين بأنك موجود. قالوا كما يعلم الإنسان شيئا ينظر إليه بطريق الضرورة، يعني كما إذا رأيت القلم، أنا الآن رأيت القلم علمت أن القلم موجود، هل هذا فيه واسطة يعني بين البصر وبين النتيجة المعلومة؟ هل هناك واسطة؟ لا. نرى القمر، نرى القلم، نعلم أنه موجود بلا واسطة، هذا يسمى علم ضروري. أما العلم النظري يحتاج وسائط، درسنا أصلا هذا في أول الكتاب. قالوا سيدنا موسى يعلم وجود الله نظريا، يعني بالمقدمات. طبعا هذا يقين، لا يؤثر على اليقين، يقين، لكن يقين بالمقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، نتيجة، يقين، وصلنا إلى اليقين. لكن سيدنا موسى يريد أن يرتفع عن هذه المقدمات ويصل إلى النتيجة ضرورة بدون مقدمات. هذا تأويل المعتزلة، يعني أحد أجوبته. لا لا، يعني هو مبني على أدلة أعلى من أدلتنا، صح، ولكنه ليس ضروري في النهاية، استدلالي يحتاج مقدمات. يعني الضروري يكون بلا واسطة، كيف يكون هذا؟ يعني إذا رأوا الله مثلا يكون علمهم بوجود الله ضروري، لكن يعني لم يحصل رؤية الله لأحد. سيدنا محمد فيه خلاف ليلة المعراج، أما الباقي لم يرى. مثلا سيدنا موسى سمع كلام الله فيعلم أن الله موجود ضرورة، كما أنا مثلا لو بلا تشبيه لو سمعتك أقول هو موجود، أنت يعني إذا أسمعك أقول إذن هو يعني لو أسمعك في الغرفة التي بجانبي أسمع صوتك أقول إذن عبد الرحمن في الغرفة موجود، هذا بدون يعني بدون واسطة، أسمعك أعلم أنك موجود. فموسى عليه السلام هو كلمه الله فيعلم أن الله موجود، نعم هذا ضروري. أما هل حصل لباقي الأنبياء؟ لا، وإنما أتاهم جبريل، جبريل واسطة، يعني في النهاية هو سيستدل هذا جبريل رسول من عند الله، جبريل صادق، نعم صادق، إذن الله موجود، يحتاج واسطة. طيب، يقول هذا أول جواب للمعتزلة. الجواب الثاني قال ولأن سؤاله الرؤية من الله تعالى إن كان دليلا على جواز الرؤية كما تقولون يا أهل السنة، فقوله تعالى لن تراني يكون دليلا على عدم جواز الرؤية، لأن كلمة لن للتأبيد. يعني قالوا لنا المعتزلة أنتم تستدلون بأن موسى طلب الرؤية، إذن الرؤية جائزة، ربي أريني أنظر إليك، إذن موسى يعلم أن الرؤية جائزة. فقال لنا المعتزلة طيب أكمل الآية، ربي أريني أنظر إليك، قال لن تراني. فإذا كان أول الآية دليل على الجواز فتتمتها دليل على النفي، على عدم الجواز، لن تراني، ولن عندهم للتأبيد، كما يعني يذكر الزمخشري في تفسيره. وقلنا هذا فاسد، لأن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل لن ترى آيتي، فلو سأل آية لجاء النفي على الآية. ولأنه قال أنظر إليك ولم يقل أنظر إليها، يعني ربي أرني لم يذكر المفعول الثاني، أرني أنا المفعول الأول، الفاعل هو الله،
فأرني أنا مفعول به أول، ماذا تريني؟ لم يذكر. نعم. وإذ يعني قال موسى ربي أرني، أرني ماذا؟ أرني ذاتك محذوف، أو أرني آية محذوف. فهنا يمكن للمعتزلة أن يقدروا ما يشاء، كما نحن نقدر يا رب أرني ذاتك، هم يقدرون أرني آية من آياتك. ولكن يعني لو أكملنا قال أنظر إليك، هذا يدل على تقدير ذاتك، أرني ذاتك أنظر إليك. نعم. لو كان أرني آية أنظر إليها. نعم. يعني في طرف في الآية الأول يجوز لهم أن يقدروا، لكن تتمة الآية تعين هل هذا التقدير صحيح أو غير صحيح. يقول ولا بد من النظر إليها أولا ليصير ذلك الشيء دليلا له على العلم بالله تعالى. ولا حجة لهم في كلمة لن، لأنها كما تذكر للتأبيد تذكر للتوقيت. يعني نقول لن هي تنفي في المستقبل، طبعا لم تنفي في الماضي، يعني لم إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله ماضيا، لن إذا دخلت على الفعل المضارع تجعله مستقبل، وكلاهما منفي. يعني أكتب، أنا أكتب الآن، لم أكتب في الماضي ولن أكتب في المستقبل. فلن تستعمل للمستقبل، لكن كم هذا المستقبل؟ إلى متى يستمر؟ نقول نحن، هم قالوا للتأبيد أبدا، نحن نقول تذكر للتأبيد، صح أحيانا تذكر للتأبيد وأحيانا تذكر للتوقيت. يعني ممكن تقول أنا لن أفعل وتقصد يوما، تقول أنا لن أفعل وتقصد شهرا، تقول أنا لن أفعل وتقصد سنة بحسب السياق. يقول بدليل قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والمراد به التوقيت دون التأبيد، لأنهم يتمنون الموت في القيامة، بدليل قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إنه الله تعالى خاطب اليهود قال تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما دام أحباء الله وأبناء الله ارتاحوا من هذه الدنيا، هذه الدنيا تعب ومشقة، أنتم أحباء لله، تمنوا أن تموتوا الآن حتى تذهبوا إلى حبيبكم. ثم قال ولن يتمنوه أبدا. فلن عند المعتزلة تأبيد، ثم قال أبدا، يعني يصبح الأبدية ضرب اثنين، إنه لن عند المعتزلة أصلا فيها معنى أبدا وأكدها بأبدا، فصار كأنه قال أبدا أبدا عند المعتزلة. ومع ذلك نقول هذا خاص بالدنيا، هذا مؤقت في حدود الدنيا فقط، بدليل إنه يوم القيامة الكفار في جهنم واليهود منهم يقولون ينادون مالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد نموت ونستريح من العذاب، قال إنكم ماكثون. لكن يعني طيب، فواحد يقول لي طيب كيف إذن قال أبدا؟ فنقول لأن سياق الآية كان مجادلة في الدنيا، والموت يعني أصلا مسألة دنيوية، فلذلك يعني قال تمنوا الموت يعني في الدنيا، يعني كان التحدي أنه إن كنت صادقاً فيجب أن تتمنى الموت في الدنيا، ثم قال لن يتمنوا هذا الموت أبداً يعني في الدنيا بحسب السياق. إذن كما خصصنا هذا في الدنيا بحسب السياق، نخصص ذاك، أنه سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر، قال لن تراني يعني الآن، يعني حتى في الدنيا إلى موتك يا موسى يعني لا يفهم من الآية حقيقةً. الآن سيدنا موسى يعني بينه وبين الله ميعاد في جبل الطور، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فجاء موسى للميعاد،
كلمه الله تعالى فطلب الرؤيا قال لا لن تراني، يعني في هذا الميعاد، ربما لو وعدتك ميعادا آخر ربما تراني. الآية لا تذكر شيئا عن هذا، يعني حتى الآية لا تنفي الرؤيا لموسى في الدنيا إلى يعني إلى موته سيدنا موسى، هي تنفي في هذا الظرف، نبيننا الآن ميعاد وأنت طلبت الرؤيا لن ترى في هذا الظرف لن ترى. الآن ربما يكون هناك ظرف آخر ربما لا يكون، ربما يكون هناك لقاء آخر ربما لا يكون، هذه مسألة أخرى. فالآية حتى لا تنفي في يعني الرؤيا لموسى إلى موته، لكن طبعا هل كان هناك موعد آخر لموسى يكلمه الله؟ لا، يعني كان هذه الحادثة فقط. طيب، يقول واعترضوا على تمسكنا بالآية الثانية فقالوا إن النظر قد يجيء بمعنى الانتظار، فمعنى قوله تعالى ناظرة أي منتظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا المعتزلة بمعنى منتظرة لثواب ربها. طبعا نظر في اللغة يأتي بمعنى انتظر كثيرا، يعني من حيث الفكرة الكلام صح، نظر يأتي بمعنى انتظر في اللغة، وفي القرآن حتى يأتي كثيرا. مثلا الله تعالى يقول هل ينظرون إلا الصيحة، يعني هل ينتظرون إلا الصيحة، نعم، هل ينظرون إلا الساعة أو ما ينظرون إلا الساعة، ربما كيف الآية، نعم، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فيعني ينتظرون. يعني المعنى اللغوي صحيح مستعمل في اللغة، لكن هل يناسب هنا؟ لا يناسب أنه نفسر هنا ناظرة بمعنى منتظرة، لا يناسب. لماذا؟ قلنا هذا فاسد أيضا، لأن الجنة ليست بدار الانتظار، لما في الانتظار من النصب ما لا يخفى، يعني النصب بمعنى التعب، تعب نفسي، يعني الجنة ليس فيها تعب أو مشقة أو نصب أو خوف أو حزن، ليس فيها هذه الأشياء. فلما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المعتزلة فسروا يعني منتظرة لثواب الله، فالمؤلف يرد يقول لا يصح هذا، لأن الانتظار فيه يعني تعب نفسي، وهذا لا يكون في الجنة. لكن حقيقة هذا الجواب ليس قويا، لأن الانتظار كما يكون تعب نفسي في بعض الحالات أحيانا يكون لذة نفسية، من ينتظر يعني خبرا جميلا وهو يعلم أنه سيأتي يقينا فتجده في أعلى درجات الفرح. فلو كان مثل هؤلاء عندهم يقين بأن الثواب سيأتي وهم ينتظرون فقط هذا الثواب يكونون في غاية الفرح. لذلك نجيب الجواب الثاني الآن أقوى، يقول ولأن الله تعالى قرن النظر، مكتوب النقر خطأ، ولأن الله تعالى قرن النظر بكلمة إلى، والنظر الحاصل بالوجه المقرون بكلمة إلى لا يكون إلا بآلة مخصوصة وهي العين. يعني في اللغة نظر يأتي بمعنى انتظر، نعم، ولكن يأتي مع المفعول به مباشرة، يعني أقول نظرتك ساعة، يعني انتظرتك ساعة، لا أقول نظرت إليك ساعة يعني انتظرتك ساعة، لا يمكن هذا في اللغة. نظرت إليك ساعة بمعنى انتظرتك ساعة، هذا لا يفهم في اللغة أبدا. إذا نظر بمعنى انتظر ممكن مباشرة يكون مفعول به، مثل الأمثلة التي أتينا بها حتى من الآيات قبل قليل، هل ينظرون إلا الصيحة، طبعا هل وإلا نحذفهم للحصر فقط، يعني ينظرون الصيحة، هل ينظرون إلا الساعة، نحذف ينظرون الساعة، يعني ينتظرون ممكن. فالفعل نظر إذا جاء معه مفعول به مباشرة يحتمل الرؤية ويحتمل الانتظار،
يعني أقول نظرتك فرأيتك طويلا، نظرتك بمعنى يعني أبصرتك هنا، ونظرتك ساعة ولم تأتي، يعني انتظرتك ساعة ولم تأتي. فإذا الفعل نظر يأتي مع مفعول به مباشرة يحتمل المعنيين، يحتمل انتظر، يحتمل رأى أو أبصر. أما نظرت إليك هذا لا يكون إلا البصر، لا يكون إلا الرؤية. وهنا في الآية قال إلى ربها ناظر. لذلك من أعجب الأجوبة عند المعتزلة أنه يعني لما أعطيناهم هذا الجواب، وهذا الجواب قوي ولا يستطيعون إنكاره في اللغة، يعني هذه مسألة لغوية لا يستطيعون تغيير اللغة، فبعضهم قال إلى ربها ناظرة وتأخير، يعني ناظرة إلى ربها، فقلنا مع وجود حرف الجر لا يكون يعني انتظر أبدا. فقالوا نعم، يعني انتظر يكون مفعول به مباشرة، قالوا وهذا المفعول به مباشرة، قالوا هذا إلى مفرد آلاء، آلاء بمعنى نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء بمعنى نعم، ومفردها إلى، إلى آلاء، هو في اللغة آلاء مفردها إلى، فقالوا إلى ربها بمعنى يعني نعمة ربها، ناظرة نعمة ربها، فقالوا هو مفعول به مباشر. نعم، لكن هذا طبعا لم يقل به ولا أحد من المفسرين أو ممن اشتغل بالقرآن الكريم يعني تفسيرا أو إعرابا أو معاني أو كلمات، ما أحد يعني مخالف للإجماع، ما أحد من المفسرين أو الذين اشتغلوا بمعاني القرآن أو كذا، ما أحد اشتغل بهذا إطلق، يعني ما أحد قال بهذا مطلقا. هؤلاء يعني المتأخرين جدا من المعتزلة، لما ناقشناهم وأثبتنا أنه انتظر تحت يعني إذا جاءت إلى تكون بصر، يعني أخرجوا هذا الجواب. يعني حتى المفسرين المعتزلة الأوائل قالوا إلى حرف جر، لكن لما نحن أعطينا هذا الدليل صاروا يبحثون عن جواب قالوا بهذا، فهذا مخالف للإجماع، حتى إجماعهم هم. يعني لو رجعنا تفاسير المعتزلة مثل الزمخشري أو الحاكم الجشمي أو كذا لم يقولوا بهذا. لا، لماذا؟ لا، يعني نظر ورأى الفرق بينهما مثل سمع واستمع فقط. تمام، هذا كما قلنا يختلف بشروط العادة، لكن أنت تقول يعني رأى، أنت قلت يعني ممكن نفهمها بدون مقابلة، لكن نظر لا نفهمها إلا بمقابلة. لا، نظر لا تختلف عن رأى في اللغة، إلا أنه نظر فيها يعني معنى القصد مثل سمع واستمع، يعني سمع ممكن بقصده أو بدون قصده، استمع يعني بقصده، فرأى ممكن يعني بقصد أو بدون قصد، يعني أنا أريد أرى أين الهاتف، رأيت الهاتف. نعم، أو رأيت الهاتف بدون قصد، أنا كنت أنظر إلى الطاولة رأيت الهاتف، فرأى و يعني عامة، أما نظر يعني فيها معنى القصد الرؤية مثل سمع واستمع فقط، يعني لا تقتضي إذن مقابلة، هي نفس ما كلمة رأى، يعني ممكن تأخذ نظرة تضع رأى. ثم نفس يعني نرجع إلى دليل سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، نرجع نفس الكلمة. الآن الحكم العقلي أن الله يجوز أن يرى،
قلنا جائزة عقلا، هل هذا الحكم يختلف في الدنيا والآخرة؟ لا. فالله يجوز أن يرى في الدنيا، يجوز أن يرى في الآخرة، يجوز أن يرى في زمن سيدنا موسى، في زمن سيدنا محمد، الآن، بعد سنة، بعد 1000 سنة، الله يجوز أن يرى. الله تعالى ما يعني أنكر على موسى أو يعني نفى أنه يجوز أن يرى، قال لن تراني، أنت لن تراني، يعني هذا يتكلم عن الوقوع، يعني أنا يجوز أن أرى لكن لن تقع هذه الرؤية لك. تمام، لكن هو فقط أنه يعني هذا نفي للجواز، لن تراني، ليس نفي للجواز، نفي للوقوع. كما تقول مثلا هل يمكن نفتح الباب أو ليس هل يمكن، هل أفتح الباب؟ أنت جالس هنا تقول هل أفتح الباب؟ نعم، أقول لك لن تفتح الباب. نعم، يعني يمكن عقلا أن تفتح الباب، ويمكن عادة حتى أن تفتح الباب، ويمكن شرعا، ويمكن قانونا أن تفتح الباب، لكن أنا لن أسمح لك بأن تفتح الباب، الأمر بيدي، أنا لن أسمح لك. كذلك هنا أريني أنظر، قال لن تراني، يعني لن أعطيك هذه النعمة الآن. الجبل لم ندخل فيه لأنه يأتي معنا في المستويات القادمة، فيه تفصيل لا ندخل فيه الآن. طيب، يقول واعترضوا على تمسكنا بالآية، قلنا هذا، واعترضوا على تمسكنا بالدليل العقلي وقالوا إن الرؤية لا تعلق لها إلا بالجسمية، والله تعالى ليس بجسم فلا يرى، وقالوا رؤية الأعراض ممنوعة من أعيننا، وقلنا هذا فاسد لأننا نميز بأبصارنا بين الأسود والأبيض وبين المتحرك والساكن، فلو لم نر منهما إلا الجسم لما وقع التمييز بينهما، كما لا يقع التمييز بين العالم والجاهل برؤية أجسامهما. شرحت هذا أنا قبل قليل، يعني هذا دليل أننا نرى الأعراض، بدليل نحن نرى الأبيض ونراه، يعني نرى الجسم أبيض ثم نراه أسود، نراه متحرك ثم نراه ساكن، هذا دليل أننا نرى شيئا زائدا على الجسم. لو كنا فقط نرى الجسم كما قال لما رأينا الفرق، يعني نحن لا نرى فرق بين العالم والجاهل. نعم، يعني مثلا أعطيك مسألة في الطب أنت جاهل بها، أقول لك خذ هذا الكتاب اقرأ عنه، في اليوم الثاني أراك وربما أنت قرأت تعلمت، ربما لم تتعلم لا أعرف، لكن لا أرى على شكلك يعني شيء اختلاف، فربما كنت يعني جاهلا بهذه المسألة الطبية والآن عالم ولم أرى فرق بين جسمك قبل ساعة وجسمك الآن، فهذا دليل أننا هنا نرى جسم فقط لا نرى العلم والجهل، أما في المتحرك والساكن في الأبيض والأسود نرى فرق، إذن نحن نرى العرض أيضا. نعم، طيب، قال وإذا ثبت أن الأعراض مرئية، يعني قلنا هذا، وتمسكهم بالآية لا ينفع، يعني لا تدركه الأبصار، لأن الله تعالى نفى الإدراك دون الرؤية، وبه نقول، يعني نحن ننفي الإدراك أيضا، إن ذات الله تعالى ليس بمدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الإدراك هو الوقوف على أطراف الشيء وجوانبه، وذات الله منزه عن ذلك، يعني هو يتكلم عن الإحاطة الحسية الآن، وحتى الإحاطة المعنوية أيضا ننفيها كما أنا ذكرت. نعم، وشبهتهم العقلية باطلة، تكلمنا في هذا. نعم، يعني إنه هذه الشروط شروط عادية وليست شروط عقلية. تمام، نكتفي بهذا، في الدرس القادم نتكلم عن الرسالة، فصل في إثبات الرسالة وكرامات الأولياء، يعني حتى صفحة 92 في الدرس القادم، اقرأوا يعني قبل الدرس حتى نمشي بسرعة قليلا، من 86 إلى 92 في الدرس القادم إن شاء الله. نحن نحتاج درس آخر، لذلك الجمعة ممكن نلتقي أيضا.
الأربعاء أنا لست في إسطنبول، ثلاثاء وأربعاء لست في إسطنبول، فالجمعة الخميس عندي دروس متواصلة. لا أيضا عندي دروس، فالجمعة مناسب للأكثر أظن، صحيح؟ نعم. وأنتم تسمعون التسجيل؟ نعم. مثل ما التقينا يعني الجمعة الماضية.